بسم الله الرحمن الرحيم، اخباركم ايه؟ كله تمام. بفتكر حاجه كده زمان في وانا صغير لما كنت بلعب، كنت مره بلعب يعني في النادي، نادي المعادي، فبنلعب زي ماتشات يعني عاديه وديه مع تمرين يعني عادي مع اصحابنا. فاتنرفزت ومثل مضرب نرفزه خسرت او حاجه. كان المدرب بتاعي كان كابتن سمير عيد، ربنا يعني الله يمسيه بالخير، ربنا يديله الصحه. راح بالظبط كده انا فاكر شاورلي، قال لي روح، يعني ما كلمنيش كتير، هو كلم راح قال لي ازاي يعني خد المضرب وروح على طول. طبعا انا كنت صغير بس كنت بتحرك، بروح النادي بقى بعجله ولا مشي ولا حاجه. فالمشكله الاساسيه اللي واجهتني ان مثلا تمرين مثلا الصبح الساعه 10 وانا مثلا هخلص واروح الساعه 1، مش هتبقى افضل قاعد ما بعملش حاجه، هروح اقول لاهلي او لوالدتي الله يرحمها ايه، قول لي ايه اللي جابك بدري؟ هقول لها ايه كابتن طردني. فكانت دي تبقى مصيبه، كابتن طردك، لان لو قلت لها كده هيبقى ان انت قليل ادب، انت عملت حاجه زعلت الكابتن. الكابتن ده اللي هو كانه المدرب اللي هو الوالد التاني. فطبعا ساعتها كل تفكيري هروح اقول لها ايه. غالبا انا مش فاكر طبعا بالظبط اللي حصل، ساعات تلف فاكر اللي ما قعدتش في النادي، انه ما كانش ينفع اقعد في النادي، او يعني هو طلع قال لي روح خلاص، فانا ما قلتلوش ليه ولا رحت، ما فيش بقى موبايل، رحت كلمت مثلا ده الكابتن طردني، فاته جايه مثلا كلمه ازاي يحصل كده يعني. هل الكلام دوت بس بوري يعني مدى العلاقه ما بين المدرب واللعيب، مش بس ان هو في الكوتشنج ولا في الملعب، لا ده كمان ان العلاقه دي ان هو بمثابه ولي الامر. ساعتها طول ما هو مش موجود وشايف ان في تصرف غلط يعني خلاص روح، مش حاجه، مفيش بقى اكلم اهلي يجوا ولا حاجه، خلاص مفيش. هل الكلام دوت لسه بيحصل ولا الامور ممكن يتضايقوا من موقف زي كده؟